85 ريال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة مع هذه اللي هي يسموها الفلوريدا غوست في اليدندرن. ما شاء الله تبارك الله على نمواتها وعلى جذورها في الداخل. نشوف جذورها بعدين نخرجها من هذه الزجاجة لأنه التصوير عندنا صعب. ما شاء الله تبارك الله، وهذه هي جذورها ما شاء الله تبارك الله، أمورها طيبة. 85 ريال ما شاء الله لا تفوتك فلوريدا غوست. 85 ريال مع هذه اللي هي في اليدندرون سكواما فيرم. ما شاء الله تبارك الله عليها وعلى جمالها وعلى نمواتها الجديدة. هي طبعا ما شاء الله كبيرة جدا. شوف جذورها كيف البيرلايت، ونرجع نقول لك البيرلايت وسيط زراعي ممتاز جدا. سكواما فيرم للأسف التصوير والحجم الكبير ما بيساعدنا نحن نجيبها. شوف كيف نمواتها جديدة، شكل ورقتها الكبيرة الجميلة مع النموات. شوف كيف ما شاء الله تبارك الله احنا محاولين انه احنا نزبطها اكثر، ولكن مع ثقل الورقة ما شاء الله تبارك الله بنحطها في الزجاجيات عشان تثبت لنا. هي 85 ريال سكواما فيرم. بوتس نادر في السوق المحلي تقريبا في العالم، هذه اللي هي بانيتومي فاريجيتد. البوتس البانيتومي الفاريجيتد ما شاء الله تبارك الله عليها، نبتة كاملة ب 165 ريال، تحتاج فقط إلى تدعيم. شوف نموتها الجديدة ما شاء الله تبارك الله، هذه اللي هي الفاريجيتد. وقبل كذا صورنا هذه ما شاء الله وذكر الله البانيتومي العادي، هذا البانيتومي العادي وهذه الفاريجيتد ما شاء الله تبارك الله. شوفها نبتة كاملة ب 165 ريال، وهذه شوفها وذكر الله واجب تكبر تصبح بهذا الشكل البانيتومي، بهذا الشكل تبدأ تعطيك أوراق جميلة رائعة ما شاء الله تبارك